رجاء حار لكل متابعي القناة تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وسيتم تثبيت أحلى التعليقات وتمييزها بالقلوب. الأول هنشوف تعليق السلفيين على توبة سما المصري، وبعد كده هنشوف الفيديو وهي بتعلن توبتها بالصوت والصورة. علق الشيخ سامح عبد الحميد على توبة الفنانة سما المصري قائلا: الله يفرح بتوبة العبد، والله يقبل التوبة من عباده مهما تنوعت ذنوبهم وكثرت، وعلى سما أن تترك هذا المجال نهائيا وأن تندم على ما اقترفته من المعاصي، وهي لم تستفد شيئا من الفيديوهات الخارجة التي صورتها. وأضاف في تصريح خاص: علينا أن نتلطف بها وندعوها للحجاب والخيرات، وأنصحها بترك المجال الفني والعودة إلى الله لتكون قدوة لباقي الفنانين والفنانات. فعلى الإنسان أن يقدم ما ينفعه بين يدي الله يوم القيامة، والأفلام والمسلسلات تفسد القلب وتلهي الناس عن الخير وتبعدهم عن الهدى والتقوى. وتابع: أنصحها بارتداء النقاب، فهو يحفظ جسد المرأة في الدنيا من النظر الحرام، ويحفظ جسدها من النار يوم القيامة بإذن الله. والنقاب عفة وطهارة، وعلى سما أن تتوب وتؤوب وترجع إلى الله، فهو خير لها في الدنيا والآخرة. كانت سما المصري قد نشرت عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير انستجرام مقطع فيديو جديدا تؤكد فيه توبتها. وتطالب متابعيها أن يلتزموا بالصلاة قائلة: أول حاجة هتحاسب عليها في قبري الصلاة، لازم تلتزموا في الصلاة وقراءة القرآن يوميا. وأضافت سما خلال الفيديو: أوعدكم إني هقدم فنا راقيا الفترة اللي جاية، لأن اللي كنت بقدمه ما ينطبقش عليه غير كلمة مسخرة. هنشوف الفيديو دلوقتي. بس ما كانش غرضي أي حاجة وحشة من الصور والفيديوهات اللي كنت بنزلها، وعليكم الفيديو صوت وصورة. ازيكم؟ وحشتني جدا. انا متشكرة على كل الناس اللي سألت عني في عيايا. الحمد لله الموضوع بسيط، بس انا يعني موضوع المعدة ده بالنسبة لي حساس شوية. انا بصراحة الموقف ده علمني حاجات كتير، واكتشفت كمان ناس كتير. انا بحب اشكر كل الفانز اللي على الانستجرام، طبعا ماليش فيس ولا تويتر، كل الناس اللي على الانستجرام اللي كانت بتطمن عليا، وحتى الناس اللي كانوا شمتانين في مرضي. انا ما اقدرش اقول غير ربنا يسامحكم، لان ما فيش شماتة لا في المرض ولا في الموت. بالنسبة للناس اللي على الواتس اللي سألوا عليا شكرا، والناس اللي عرفوا من على الواتس ومحدش هان عليه حتى يقول لي كلمة سلامتك، حب اقول له شكرا. بس بعد الفيديو ده ما يوصلك او يوصلك، هتعرفوا هيتعمل لكم بلوك، وهتعرفوا انت ليه تعمل لكم بلوك. اكيد عرفتوا عشان انتوا ما تستاهلوش تبقوا صحابي، لان الصاحب بيبان وقت الضيق. وعايزه اقول للبنات اللي كانت بتشتمني على صوري اللي كنت بنزلها على الانستجرام قبل كده، الصور اللي انا ندمانه ان انا نزلتها كانت فيها شيء من العري او مايو زياده عن اللزوم او فيديوهات، البنات دول انتوا كنتوا بتشتموني، وانا كنت بقول ان انتوا بتغيروا مني. معلش انا اسفه، انتوا اشرف وانضف مني بكتير، لان ما كنتش مدركه الكلام اللي انتوا بتقولوه. حقكم عليا، وانا المحنه دي علمتني ان انا اخدت قراري بان انا ابطل انزل الصور العريانه دي والفيديوهات الاوفر، وانا مسحت تقريبا كلها من على الانستجرام. الصور اللي باقيه صور عاديه، انا ما قلتش ان انا هتحجب دلوقتي، وانا اتمنى ان انا اتحجب طبعا، بس يمكن لسه ربنا ما هدانيش للخطوه دي.
بس بقول ان الصور الاوفر دي انا وعد مني مش هعملها تاني، لان في لحظة معينة وانا عيانة، وده مش عيب، الواحد افتكر ان هو ممكن يموت في اي لحظة، وربنا يقدرني ان انا التزم اكتر واكتر. والناس اللي بتقول انتي الشمتانين وبيقولوا لي انتي افتكرتي ربنا بس دلوقتي، على فكرة مش عيب ان الواحد يفتكر ربنا في المواقف الصعبة، والدنيا بتبقى لاهية الواحد، ولو كنتش انا فاكراه فهو دايما فاكرني وفاكر الناس كلها. وكمان انا عارفه ان ممكن المتابعين على الانستجرام يقلوا بسبب اللبس الحشمه شويه اللي انا هلبسه غير اللبس العرب، بس ده مش مهم، المهم انا اخدت الخطوه دي وانا مرتاحه ومبسوطه، ونفسيا ما بقتش حتى انام بمهدئات ولا بمنوم، لا بقيت انام مرتاحه، لان انا كان في صراع بيني وبين نفسي في الموضوع ده من زمان، بس الحمد لله الجرثومه بتاعه المعده اللي جات لي وارتجاع المريء اللي لسه موجود لحد دلوقتي، والناس عارفه ان ده الموضوع بيبقى صعب شويه، علمني، مش هكدب واقول لا ما علمنيش، وحسسني ان انا فعلا في حاجات كنت فيها غلطانه، بس الحمد لله انا فقت، واتمنى ما ارجعش الحاجات دي تاني، وان شاء الله مش هرجع الحاجات دي تاني. وكمان انا عايزه انصح الناس، الصلاه الصلاة الصلاة صدقوني الصلاة بتريح جدا. أنا أي نعم كنت بصلي الأول، كنت بصراحة كنت بصلي على سطر وأسيب سطر، لكن الحمد لله دلوقتي التزمت. ربنا اللي بيحاسب طبعا، أنا مش من حق أقول لحد صلي أو ما تصليش، بس صدقوني اللي تعبان نفسيا اللي هيشفيه ويريحه هي الصلاة والقرآن طبعا، حتى لو ما قدرتوش تقروا قرآن شغلوا إن شاء الله كل يوم 5 دقايق في البيت او في العربيتك وانت ماشي، افتتاحيه حتى في الصبح كده، صدقني هترتاح جدا جدا جدا، انا مجربه الموضوع ده. وان شاء الله الفتره الجايه اقدر اقدم حاجه كويسه، فن بجد محترم، لان انا كنت بقدمه ده ما كانش فن، ده كان كلام فارغ وكان من الاخر مسخره، انا بعترف بيها، بس صدقوني والله انا الفيديوهات والصور دي انا ما كنتش بنزلها لاي غرض وحش، لغرض اغراء ولا غرض ان انا، بس كان في ناس بتتعبهم نفسيا، يعني يعني كانت مثيره للغرائز بصراحه، انا ما كنتش في دماغي كده، انا كنت معظمها عشان ابقى صريحة مش كلها، معظمها كانت حاجة من النوع كوميدي، يعني حاجة كوميديا، بس انا لاحظت انها يعني معيت وقعدت حسيت انها يعني ربنا هيحاسبني عليها وهيسألني عليها. انا مش هقول ان انا هلبس لبس مقفول كله طويل او ان انا هغطي شعري، لا انا اتمنى طبعا في يوم من الايام ان انا اغطي شعري والبس حجاب والبس لبس مقفول، بس انا عايزاكم تقفوا جنبي وتدعموني، وواحده واحده ان شاء الله كل حاجه تيجي. انا نفسي بجد الفتره الجايه انا هلبس حاجات ان شاء الله كويسه تعجبكم، مش هقول انها حشمه قوي بس على الاقل مش هيبقى فيها عري، وهقدم نفسي اقدم فن محترم، على الاقل لما اموت الناس ما تفتكرنيش بحاجات وحشه وصور وفيديوهات عريانه، الناس تفتكرني تضحك، نفسي اقدم حاجه كوميدي الناس تضحك منها لما تشوفها، تفتكرني فتضحك او تفتكرني بحاجة كويسة، عمل يخدم المجتمع، عمل فني يخدم المجتمع، تفتكرني بيه بان انا اثرت بحاجة من الفن اللي انا بقدمه، لان كنت بقدمه ده ما كانش فن، وانا هفتح شركة الانتاج بتاعتي تاني عشان اعمل حاجات كويسة بعيدة عن الهلس اللي انا كنت بعمله ده، لان كنت بعمله ده الناس لو افتكرتني بيه بعد كده هتفتكرني بحاجة وحشة مش حاجة كويسة، وانا اتمنى لما اموت ابقى بين ايدين ربنا الناس تفتكرني بحاجة كويسة، على الاقل لما يشوفوا لي عمل فني يضحكوا. انا نفسي اقدم كوميديا علشان الناس تضحك بجد، وانا شخصية اصلا بطبعي كوميديانة، يا صحابي بيقولوا لي كده، ممكن انا اقدم حاجة كوميديا او فن هادف، وكل حد ربنا يهديه، وعايزاكم تقفوا جنبي وتدعموني وتدعوا لي ان ربنا يثبتني على اللي انا فيه وابعد عن الحاجات الوحشه اللي كنت بقدمها، وكل الحب والتقدير ليكم، وانا بحبكم، وصدقوني انا مبسوطه من دعمكم ليا في الخطوه دي، من دعمكم ليا في الخطوه دي، وان شاء الله تكمل على خير، وانا مش عايزه ارجع لا اشتم حد تاني ولا اهين حد تاني، بس هم اللي كانوا بيضطروني لكده، وان شاء الله اعمل حاجه كويسه وابعد عن الشتيمة وابعد عن الحاجات الصور والفيديوهات اللي بصراحة انا بعتبرها نقطة سودة في حياتي،
وكل سنة وانتم طيبين، واستنوا ان شاء الله حاجة قريبة كويسة تسعدكم وتسعدني. وشكرا قوي قوي على كل الناس اللي سألوا عليا. ربنا يديكم الصحة ويبعد عنكم الأمراض ويبعد عنكم ولاد الحرام ويوقف لكم ولاد الحلال. مع السلامة.